أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بشكل كبير في البلاد، وعزى أسبابها إلى استخدام تقنيات من قبل العصابات التي سهلت لهم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم وتصاعد أعمال العنف وانتشار السلاح، أيضا العنف المتصاعد والمشكلات الاجتماعية وتردي الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر. وأكد المحنة أن وزارة الداخلية تعمل في مسارات عدة، أحدها مكافحة الجريمة المنظمة ملاحقة مرتكبيها ومنع حدوثها عن طريق أجهزة متخصصة كشرطة المجتمعية ومديرية العلاقات ومديرية شؤون العشائر والأحداث ومكافحة العنف الأسري، مشيرا إلى أن جهد الوزارة ينصب في توفير أمن وقائي في المجتمع.